نرمين كنا عم نشوف التقرير. طبعا بدنا نشكر كل الجمعيات والفعاليات اللي عم بيهتموا بهيك قصص. من فترة شفنا كمان فعالية كانت قبل لمتلازمة داون شباب وصبايا، أكثر من 20 شاب وصبية كمان تم دمجهم بالعمل والمجتمع واشتغلوا بمطعم وتدربوا على هاي القصة. اليوم كتير ضروري هاي القصة لنقدر نكسر النمطية ونعمم فكرة العمل لدى كل شرائح المجتمع. أكيد نرمين صحيحة، كنت عم تحكي قصدك رشا عن سوسيت هذا المطعم، أكيد مهم كتير اليوم يكون في حالة دمج لهدول الأشخاص. بالنهاية نحن عن جد نكون مأمنين بكل جوارحنا أن هدول الأشخاص مثلنا مثلهم يكون لهم دور ما يكونوا عالية، وخصوصا اليوم الأهل كتير عم يتعذبوا معهم، فكتير ضروري اليوم الجمعيات الشيء اللي عم بيقدموه. بدنا نشكرهم أكيد المؤسسة اليوم وكمان جمعية جذور اللي كان لها المساهمة الأولى بمطعم سوسيت. صحيح رشا، وهلأ رح ننتقل لمساحة جديدة من مساحات صباحنا غير المراهقة، مشاكل كثيرة وما بتنتهي، واليوم رح نحكي عن مشكلة العزلة عند المراهقين. كثير بنشوف اليوم الشباب والصبايا بهذا العمر بيميلوا أحيانا يعني يتفادوا القعدة مع الأهل وخصوصا الأب والأم، يمكن بيخافوا رشا من موضوع الملاحظات وبيحبوا يروحوا يوم يناموا عند العمة الخاصة صحيح أو الخالة، وأحيانا بيحبوا حتى لو قعدوا بالبيت بيضلوا قاعدين بغرفتهم ماسكين الموبايل أو اللابتوب، وهذا الشيء يصنف عند الأطباء اضطراب نفسي يمكن أو نوع من أنواع العزلة. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع أكيد بيسعدنا نرحب بريما جحجح اختصاصية تربوية. يسعد صباحك ريما واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباح الخير، كيفك اليوم؟ الحمد لله. كنت عم بقول لك شو هالجمال اليوم هالطله الحلوه. شكرا، هذا جمال عيونك حبيبتي. هلا دائما بهذا العمر مشكله، يعني هو عمر متعب للكان المراهق او للاهل، يعني بتحسي انه للحظه الاهل صاروا اعداء له، يعني شو ما حكيوا لا انا اللي صح، انا انتم غلطانين، انا ما بدي هيك، انا بدي هيك. بتكبر القصص والفكره عم تكون انه دائما عم بيكون هذا العمر بفتره الشهادات، فعم تكون المشكله اكبر وتزيد. يعني ممكن يصل المراهق لموضوع المراهقه انه يطلع من اجواء العائله ويكون ضمن العزله. خلينا نحكي عن موضوع العزله اليوم. كيف ممكن نحن نشوف اذا ابننا عن جد اليوم اخذ موضوعه نفسي او مجرد فتره مراهقه؟ شو هي العزله؟ العزلة هي سمة من سمات الشخصية، بس لكن بشكل علمي ممكن نحن نقول انه هي اضطراب نفسي عند المراهق. فهون نحن هذا المراهق بدنا نعرف شو المشكلة اللي عم يعاني منها، ليش عم بيفضل موضوع الانطواء. طبعا الانطواء هي من نفس المرادف لموضوع العزلة، هو ليش عم بيتفرد لحاله وعم يبتعد عن المحيط الأسرة، ليش عم يبتعد عن حتى محيط البيئة اللي حواليه. هون نحن بدنا ندرس ونرد نأكد على موضوع دراسة الحالة نشوف شو هي الأسباب اللي أدت هذا المراهق لحتى يوصل هذا السلوك اللي عم يتصرفه. هو العزلة اللي بيضايق كتير الأهل طبعا. إنه ابني ما عم بعرف عنه شيء، ابني ما عم بعرف ليش عم بيضل قاعد بالغرفة. طبعا في أسباب كتير أدت لهذا الموضوع، ونحن كأهل ساعدناهم ليطوروا هذا الموضوع أكثر وأكثر بطريقة الأسلوب اللي خليناهم ينعزلوا فيه. لما نتبع وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى نحن لما بجيب موبايل لابني فرحاني فيه أو جيب له أيباد أو لابتوب، طبعاً البرامج ما بكون مراقبتها، فهون الطفل بيروح لموضوع العزلة وبينعزل لحاله. هلأ بعمر المراهقة ما يعني ما بقى فينا نقول طفل، يعني هنو عم شوفوا حالهم شباب. الطفل المراهق هذا بالنسبة لإلنا، لكن هو بالنسبة لإله يرفض كلمة طفل أكيد. تماماً، وما فينا ما هلأ بهذا الوقت، يعني نحن أكيد. طفل صغير ما عم نقدر نمنعه من حملة إنه يحمل موبايل وينزل ألعاب. لكن لازم تكون العلاقة الاجتماعية بيناتنا تكون أكثر ترابط. يعني أنا ما بقدر أترك حدا يربي ابني أو يكون رفيق لابني أكثر مني. طبعا نحن مضغوطين وضغوط الحياة كتير صعبة، وما لحنا نحن ننظر ونقول والله إنه الأم وين كانت أو الأب وينه. لا، نحن مارقين بظروف صعبة ونحن طالعين من حرب، يعني دوبنا عم ننفض غبار عنينا. فهوني نحن هذا الطفل المراهق لمين تركته؟ مين رفقاته؟ مين اللي عم بيمشي معاهم؟ شو الأفكار اللي هني بيأمنوا فيهم؟ طبعاً نحن لازم نأكد على موضوع الأجيال، جيلي مختلف عن جيل تماماً. ابني تماماً. الأشياء اللي كانت موجودة أو عادات والتقاليد اللي أنا بآمن فيها مختلفة تماماً عن عصرهم وعن الانفتاح اللي هني رايحين باتجاهه. لكن أنا لازم يكون في إلي دور، يكون إلي دور أنا الصديق
المقرب لهذا الطفل المراهق. برد أنا بأكد عليها دائما لأنه هذا هو تعريفه بالأساس. لكن نحن عندنا أكثر من نوع للطفل المراهق. شو هو؟ عندنا الطفل الانطوائي الاجتماعي. ممكن تقولي لي هالنقيضين لهالتعريف كيف بتكون؟ يعني هو بيحب يكون منعزل لكن ضمن مجموعات صغيرة، يعني ممكن 2 أو 3 مو أكثر. عندنا الطفل المراهق الانطوائي اللي بيحب اللي بيفكر أو فينا نقول المعقد، يعني اللي بيفكر بأمور كتير بعيدة عن الواقع، يعني بيفكر وبيخطط إنه أنا ممكن بدي أعمل، ممكن يتخيل الطيران، ممكن يتخيل كتير هاي أمور لكن هي بعيدة عن واقعنا. في عنا الطفل هذا اللي أكتر شيء صعبة، المنعزل اللي عامل قوقعة داخله، هي اللي بتسبب المرض فيما بعد وبتتطور الحالة معه، اللي ما بي اللي بيكون سببه الخجل، بيكون سببه عدم الثقة بالنفس، عدم الاعتماد على الذات، التنمر اللي تمارس عليه أكيد. فهذا ما بيحب، دائما بيحب منعزل، ما بيحب الأعداد وما بيحب الأصدقاء. عندنا الطفل الانطوائي فينا نقول المفكر اللي بيحب يقرأ كتير، بيحب يعني مو إنه وسائل اجتماعية أو شيء، لا بيحب يقرأ، بيحب يتعمق، لكن لا ما بيحب يكون في عنده علاقات. صحيح. تمام. طيب. ريما خلينا نحكي عن نقطة كتير مهمة، كل شخص بيحب يقعد لحاله بالنهاية وخصوصا بهي الفترة. كيف اليوم الأهل بيقدروا يميزوا إنه أنا طفلي فات بعزلة وبين إنه هو مثلا حابب يقضي وقت معين يوميا مع حاله؟ شو مدة هذا الوقت لازم تكون؟ وكيف منفرق بين الحالتين؟ إذا هلأ نحن أهم شيء عنا نعطي مساحة حرية، يعني أنا طفلي فات لجوا، حتى المراهق فات على غرفته، أعطيه مساحة من الحرية، وقت إلي ووقت إلك أنت، بس وقت إلنا نحن الاثنين. فهون لما بنظم وقتي أنا وياه، ما أترك وقت الوقت اللي بينعزل فيه بغرفته لحاله. في أطفال بتفوت أيام بتطلع بتاكل وبترجع، حتى ما عاد يعنيها الطعام ولا عاد يعنيها الشراب، بصير خلص كل شيء نحن كقلق وخوف، نحن اهالي بنفوت لهم لعندهم على غرفتهم لحتى ياكلوا، لكن هن بيبتعدوا عننا، بيبتعدوا عن مشاكلنا، بيبتعدوا عن القصص اللي هي ممكن ما بتعنيهم، وعلى التضييق اللي نحن عادات ما بصير تطلع، ما بصير بهذا الوقت مأخر تمييز بين الذكر والأنثى، ما بصير أنت تأخرتي، مين رفيقتك أنت، مين رفيقك، التدخل لا زائد. كمان حرص يعني، كمان إحنا بنطمن يعني إنه هو بس ما يكون زائد عن حده. أنا شو قلنا بداية؟ الحرية، إعطاء مساحة، بس ما أتدخل. بس لما بكون أنا أخذته كصديق وقدر ميز، يعني هلا انطرحت فكرة إنه أنا كيف بدي ميز بيناتهم؟ طب هذا الطفل اللي فات هذا الوقت الطويل وبطل، بس يبلش الانسحاب التدريجي ويبطل يحاكيني، يبطل يشركني بأشياء الصغيرة، هون بلش الموضوع يدخل موضوع عزلي وابتعد عن موضوع الحرية وإنه أنا حابة أقعد لحالي. في تفاصيل هو بيبين لك إياها، هو بيبين لك إنه أنا بلشت أدخل بموضوع العزلة. أنا ما عاد حكيت لك عن رفقاتي، ما بقى اهتميت بالأكل المميز اللي أنت كنت تحب قبل طعميني إياه، ما عاد عم بحب إنه أطلع ألعب كرة قدم مثلاً مع بابا، هي المواضيع كلها خلص ابني دخل لموضوع العزلة. مين أكثر بحس، الأم أو الأب؟ الأم دائماً. تماماً. يمكن عاطفتها دائماً بتساعدها، لأنه في تفاصيل هلأ بحس بحسب انشغال الأب بأوقات طويلة هو ملزم إنه يطلع فيها من البيت قولا واحدا. فالام ممكن انه حتى لو ام العامله فهي عم ترجع بوقت ممكن ابكر، في ايام عم تقدر باي وقت صح. تفكر بابنها بدي ارجع، ففي تفاصيل بينه وبينه. شايفي لما بتنيم ابنها بالليل وقت بيكون صغير، ففي تفاصيل بينه وبينهم، هي الحكايه ولا هي الضمه ولا هي الحنيه، هي بتكبر معنا، بيكون صح. هذا الطفل المراهق بحاجه لهالحضن. فهون الام بسبب انشغالها او الاب بسبب انشغاله نسوا هي المساحه، ممكن يلجا لشيء ثاني. هذا اللجوء اللي نحن بدنا نحكي عنه اللي بنخاف منه. طيب اليوم الاهل يعني هن قادرين يبنوا وقادرين يصلحوا بعمر المراهقه. تماما. خلينا نحكي ايمت الاهل بيكونوا هن عم بيزيدوا من حاله العزله عند الاطفال المراهقين؟ اكيد نحن لما بيصير في فتره الشهادات مثل ما حكيتي حضرتك بيكون قلق وخوف عنا انه نحن بلحق عم يحفظ صح، انت شارد الذهن، هاي المواضيع بتزيد التوتر عنا. فهون نحن بيزيد حرصنا وقلقنا، هون الطفل ببلش بده انه يبتعد عنينا، انه انا ماما انا حافظ، بابا انا دارس. حتى نحن بنصير بزياده الضغط تبعنا وحرصنا بنجيب لهم اساتذه، بنراقبهم كثير بالمدرسه، زياراتنا المتكرره. تمام. زياراتنا المتكرره على المدرسه حتى بحس انه انا ماني صغير
وين لحقتيني؟ وين عم بتضلوا تسألوا؟ مثلا ممكن نحن سؤالنا كنا معودينه من الوقت الفترة الابتدائية أو ما قبل المدرسة، معودينه إنه نحن نجي مرة بالأسبوع ممكن مرة بالشهر. صح. بالشهادة بيزيد حرصنا أكثر وخوفنا وقلقنا، ومننسى تماما إنه هذا الطفل المراهق عم يكبر وفيزيولوجيا عم بيتغير جسمه. فهون هدول الهرمونات اللي عم بتغير بجسمه نحن عم تغيب عن ذهننا، يعني طبعا مو الكل بس بشكل عام. فهوني هذا الطفل الشيء اللي عم يطرق على جسمه من تغييرات فيزيولوجيه، انا كيف بدي فهمه؟ كيف بدي نفسيا هو يتقبل ذاته وبنفس الوقت كمان يتقبل الاخرين والاخرين يتقبلوه؟ هو تغير في خشوني للصوت، في عند الذكور، عند الاناث، في معالم اخرى ظهرت. فهوني كيف بدي انا كأم وبمساعدة الأب، لأنه إيد لحالة ما بتسقف طبعاً. فهوني الاحتضان، نرجع نعامل الطفل بمساحة حرية أكبر، نقعد نحكي بتروي، ماما أنت شو الأشياء اللي أنت بتحبها وأنا شو الأشياء اللي أنا بحبها؟ نحن بمجتمع هي عاداتنا وتقاليدنا ما نطلع عنها، لكن نحن بنقدر. أنا ما مو أنه أرفض واقعي، لا، بس إنه هذا الطفل هذا اللي صار هلأ فجأة كان طفل بيحضني وفجأة صار شاب. لازم أنا يكون مثلا طالعين مشوار تقديمي لإله، أول فكرة هي ابنك كان صغير، هي أمت كبر، شايفي هاي التفاصيل؟ هاي التفاصيل ممكن تأدي الطفل إلى الخجل إذا تقدمت بطريقة خطأ. ممكن نحن دائما أنا فكر عن ابني، لا لا تأكل هاي الأكلة بتضرك، لا لا تعمل هذا الشيء ما بيصير، ليش مرافق هذا الشاب؟ ليش طالعة أنت مع هي البنت ما بتناسبنا؟ هون نحن منعزز عدم الثقة بالنفس. صحيح. فهون نحن دائما يعني كفة الميزان ما عم نوازنها، نحن بنخلي إنه نحن المسيطرين. خطأ بهذا العمر إنه أنا أكون موجودة. أنا دائما بقول لهم حتى بالنسبة مطبق إحنا موضوع أطفال الصغار إنه نزلوا على كتافنا شوي، يعني أنا دائما بقول للأم ممكن هلا يشوفوني يضحكوا إنه خلاص ضروري، بس ضروري يعني بقى تركيني، تركيني هاي المساحة، تركيني أنا أتعرف على رفيقي وأخطئ معه، بس لازم الحوار يضل موجود. يعني مثلا أنا انصدمت أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، أنا وين دوري كأم؟ وين دوري كأب؟ أنا أكون المراقب لكن من بعيد. مثل هلأ بالمدرسة نحن بنلاحظ كتير بتصير في تنمر على الأطفال، مثلاً إنه حتى طفل مراهق هلأ بيكون فايت ما ملحق قبل بيوم حافظ، بتلاقي الأستاذ وجه له ملاحظة كتير كبيرة أو حتى كلمة كبيرة قدام بقية رفقاته، فهون ضحك رفيقه، ضحكت رفيقته، فهون هذا بحس بالخمود لكن. فهون ما عاد عنده ثقة بنفسه، فصار الخجل موضوع كتير أساسي، موضوع الانطوائي، فبيبحث عن العزلة ويبتعد. ريماني، انت عم تركزي خلال حديثك عن دور الاهل اليوم طبعاً بموضوع العزله، وانت عم تحكي انا تذكرت مراهقتي، فهي فعلا انه انا كنت ببساطه كثير ميل اقعد لحالي، بس انه وقتها كان دارج الفيسبوك اذا بدنا نقول، والنت، كنت لاقي فيه انه رياحه وسعاده انه بقضي فيه وقت بستمتع اكثر لما تعملي لايك ورفيقتك عم تعمل لك ونزلتي فكره اكثر ما اكون مثلا اقعد مع الاقارب او جماعه العمات او الى اخره. كتبتي عباره ولقيتي مثلا عدد اللايكات اللي اجاك، فهذا انت من جوا اسعدك ارضى غرورك. واذا ما حدا بدق لرفيقتي ليه ما علقتي لها؟ ليه ما عملتي لي قلب؟ وليه ما عملتي لي احببته وعجبته؟ انا هلا مثلا بنتي لاحظ هالتفاصيل اللي بتحكيها تماما او بنزلوا هلا حسيت طريقه تعاملهم مع النت الاشخاص يعني الاطفال او المراهقين اختلفت عنا. لكن كان حديثي انه قديش اليوم دور الاهل مو بس نحن نفرض شيء، انه لا نفهم هذا الشخص تماما، نفهم شو عم يفكر تماماً. ليش هو مثلا بفضل يقعد على النت او السوشيال يعني ميديا؟ انا كثير بتشكرك فعلا تقبلوا لهذا اللي هلا فجأة صار شاب قدام عيوني. هلا لاحظي بس في فكرة بدي اقول لك اياها، بتكوني ماشي بالطريق او حتى بمطعم هلا نحن قاعدين ممكن اخذ صورة، فبتلاحظي مثلا نحن بناخذ سيلفي تماما، لاحظي اذا في كان معنا مراهق كيف الطريقة اللي بيعملن، كان في حياة حركة تتم اللي بيساووها، كان في ممكن حركة الحاجب كمان، في اشياء بيساووها. فانا كأم مثلا انه وين المانع صورتي مع بنتي؟ وين المانع اني انا بنفس الطريقة اللي تصورت فيها اتصور معها؟ انا اعطيني في مانع يعني، في مانع انه هي كثير تفرح. يعني انا للامانه عندي بنتي كثير بتتباهى قدام رفقاتها لما انه معقولي امك بتتصور معك بهي الطريقة. اولا انا بحب اعيش مراهقتها،
بحب اعيش التفاصيل معها. يمكن هلا هي عم تشوفني عم تبتسم، بوجه لها تحيه. الله يسعدها الله يسلمك يا رب. فانت بتخيلي ساعات لما بتكون مثلا باي مكان بتعمل هيك فهيني بيعملوا هي الحركه، فانا ما بتزبط معي. فشوفي قديش بتضحك، شايفي هاي التصرف الصغير اللي ممكن هلا اي حدا يقول معقولي انا ام وبهذا العمر اعمل هي الحركه مع بنتي؟ وتصورها لبنتك صح. لاحظي في مع بنتي، طيب وين المانع؟ مع بنتي وين المانع انه انا ماما اليوم شو رايك نروح انا وياك على الحميديه ونروح نقعد محل النوفره؟ انا اولادي كثير بيحبوا يقعدوا على درج النوفره. طيب انا ما بظن انه كثير كأم ما يعني صعبه بالنسبه لي اني اقعد معهم لشوف احساسهم. طيب انا ما بدي اجرب هذا الاحساس لاعرف ليش هني مختلفين عني. تقبلي لإلهم هذا سعادي، وهي جزء من التربيه وجزء من الامان اللي انا بعطيهم وجزء من الراحه وثقة بالنفس. فهذه اللي حتى انا وجه بنتي وساعدها، وجه ابني وروحهم عن هذا الضغط اللي هني للامانه بيتطور كثير. يعني احنا حكينا عن الانطواء المرضي، هذا الانطواء يتطور ويؤدي، هي العزله تتطور يؤدي الى عدم تقبل الاخرين وعزله تامه عن المحيط الخارجي، ولا قدر الله قد تزيد القصه ويؤدي الى الانتحار. ونحن كثير سمعنا حالات صارت بفترة سابقة، يعني بفترة الماضية، عن مراهقين أعمارهم صغيرة وكتير استهجننا وكتير استغربنا. فهني شعورهم أنه أنا ما متقبلني الشخص الآخر، أنت مانك حاسي فيني أنا شو عم فكر والدوامة اللي أنا عايش فيها، فأنا لازم دور على الحل. تمام. بعد سنوات يعني بس انكبرت الصبية أو الشاب بتحسي أنه بيتذكر أنه أنا كنت أقول هيك، بيتضحك أنا كنت أتصور هيك تماماً، وياخ أنا كنت نزل هيك على الفيس تماماً. بس نحن بدنا نلاقي الحل أكيد. طب أنا كيف بدي ساعد بنتي وساعد ابني؟ نصائح هيك سريعة بس تمام. خلينا نقدمها. ممكن أنا أدور على نادي أو شيء نشاط أنا رغب ابني فيه. طبعاً نحن مندور هذا الموضوع من الصغر، لا مانع لما يصير مراهق أنه أنا وجهه نحو آلة موسيقية، أو أنا أروح أنا وبنتي أو ابني يروح هو أبوه على نادي رياضة أو ملعب كرة قدم. لا مانع أني أنا أشوف أصدقائه ويطور علاقاته الاجتماعية. بالنسبة لي مثلا شو بيحب؟ هلأ أنت حكيتي أنا كنت أحب أفتح الفيس وكتير أنبسط، كمان استمتع بالغناية اللي أنت تسمعي فيها، فخليني أنا آمن فيه إن كان من أغنية. روح على المدرسة، أنا كتير بحب أنه روح وشوف يا هل ترى المدرس أو الأصدقاء هل يمارس شيء من أنواع التنمر مثلا عن ضد المراهق. شوف شو هو المادة اللي بيحبها ونميله إياها إن كان بكتابي. وأنا بنصح دائماً الكل بلا استثناء عدم الاستهزاء لا بمشاعر ولا بكتاب الطفل مراهق ولا بأغنية بحب المراهق إنه هو يسمع ولا بأي تفصيلة. الاستهزاء وعدم تقبله وعدم الثقة فيه، هي الأمور كلها بيكون هو بأريحية لما أنت بتحوطي وبمراقبة من بعيد. يعني بالختام بدنا نشكرك كثير ريما لوجودك دائما المحبب معنا، لكل النصائح القيمه اللي بتقدمي لنا اياها. شكرا لك، واكيد حيكون لنا وقفات ثانيه اكيد. شكرا ويسعد صباحكم المتالق دوما. شكرا كلك زويا هلا.